بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية. يعني إيه بيت محمي يا جماعة؟ البيوت المحمية أو المحميات عموما هي عبارة عن بيوت بتحفظ النباتات المختلفة بداخلها ضد عوامل الطقس السيء، سواء كانت حرارة عالية أو رياح أو كانت برودة عالية. تمام؟ ده اللي عايزين نقوله في البيت المحمي. البيت المحمي أنواع في عندنا في مصر. البيوت المحمية اللي هي عبارة عن بيوت بلاستيكية عادية خالص، ودي طبعا بتستخدم في البيوت أو في الأقطار اللي هي بتعتبر الطقس بتاعها إلى حد ما معتدل. تمام؟ معتدل في درجة حرارته، ومعتدل أيضا في درجة برودته، أي الصيف عنده كويس والشتاء عنده برضو البرودة ما بتنزلش ليه حد الصقيع. تمام؟ وحتى لو نزلت لحد الصقيع ما بتبقاش بعدد ساعات طويلة. تمام؟ البيوت المحمية دي اللي هي موجودة عندنا في مصر بتبقى بلاستيكية، بنستعاض عنها في الصيف بشبك نت بنحطه وبنزرع تحته حاجة زي الخيار أو الفلفل الألوان أو ما شابه ذلك، ودي كلنا إحنا عارفين. أما البيت المحمي اللي قدامك ده هو في الأقطار اللي هي بتبقى البرودة بتاعتها عالية جدا في الشتاء، تصل لحد الصقيع لفترات طويلة بعدد الأيام في الشتاء وبعدد الساعات في نفس اليوم بتبقى عالية، بمعنى إن هو قد يمتد نوبات الصقيع خلال مثلا شهرين أو ثلاثة في الشتاء. تمام؟ وقد تمتد ساعات البرودة مثلا أو الصقيع في خلال اليوم لسبع أو ثمان ساعات بالليل. تمام؟ فعشان كده ما ينفعش ان احنا نزرع الزراعة اللي هي اللي نشتغل تحت البيوت التقليدية او العادية. تمام؟ وفي الحرارة برضو الحرارة بتزيد عن 35 وبتستمر فترة الصيف الطويل اللي هو موجود تقريبا في كل دول الخليج. تمام؟ البيت اللي قدامنا ده هو عبارة عن بيت محمي. البيت المحمي ده عبارة عن ايه؟ زي ما انت شايف كده بس بده بيت مبرد او مكيف، بيت محمي مكيف بيسموها صالة او بيت محمي مكيف. تمام؟ المساحة بتاعته ما تخصنيش المساحة بتاعته في كتير، لان انا اهم شيء المسافة بتاعت اللي هي اللي انت شايفها ديا من خلية المائية لحد المروحة ما تزيدش عن 35 متر او 36 متر. تمام؟ ديت اهم شيء. اما في العرض اعمل اللي انت شايفه، يعني عايز تحط هنا البيت ده في 16 مروحة، لو عايز تحط البيتين دول مع بعض ما فيش اي مشكلة خالص، بس احنا بنحاول نقلل مساحة البيت لسبب. السبب ده ايه؟ يعني البيت القليل في المساحة افضل. ليه؟ انا عايز ازرع مثلا محصول معين، فبزرع مثلا هنا طماطم، هزرع هنا فلفل، هزرع ورا خيار، فبتبقى المساحة صغيرة، غير ما ان انا يبقى عندي المساحة مثلا 5000 متر مثلا او 10000 متر وازرع محصولين او ثلاثة في نفس البيت. دي مشكلة. تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية من مميزات البيت اللي انت شايفه الصغير ده هو لو لا قدر الله انتشر مرض من الامراض، فبدل ما بيضر لي او بيسبب لي مشاكل لي 5000 متر او 10000 متر، لا بنستكفي بان البيت ده هو لوحده في اصابة مثلا عناكب، في إصابة فيروسية، في إصابة فيروسية، في إصابة بالنسبة للبياض الدقيقة أو البياض الزغبي، أيا كان الخسارة بتبقى قليلة وبيبقى أفضل وفيه مرونة أفضل في الشغل بتاعه. تمام؟ بنتحكم في عملية الري والتسميد أفضل في البيت اللي انت شايفه ده هو، عن ما يكون البيت كبير. تمام؟ قد تكون التكلفة المبدئية غالية شوية. تمام؟ ولكن في الأفضل بيكون البيت ده هو الأفضل من البيت الكبير. دي البيوت المحمية اللي احنا بنتكلم عليها. طيب البيت ده ايه الظروف اللي يعني ايه مراوح اللي احنا شايفينها؟ في مراوح فوق انت شايفها هيت بس فاصلة، وفي منها شغال. تمام؟ وفي مراوح تحت شغال. مراوح اللي تحت دول عبارة عن البيت ده 64 متر الطول بتاع العرض بتاعه، والطول بتاعه تقريبا في حدود 37 أو 38 متر. تمام؟ قد يصل ل 40 متر ما عندناش مشكلة فيها، بس لا يزيد عن ذلك يعني. تمام؟ البيت ده هو عبارة عن مراوح
اللي انت شايفها ديت، المراوح ديت بتعمل على شفط الهواء، يعني المروحه دي واحنا قدامها كده تحس اهو، شايف البتنجان اللي احنا زرعينه قدامها بيعمل ايه؟ شايف اهو عمال بيجري من الهواء، الهواء اهو اللي انت شايفه ده. ده هواء ماشي. المروحه ديت بتعمل ايه؟ بتشد الهواء من داخل البيت بتطلعه بره. اثناء هي ما بتشد الهواء في هواء جديد، المروحه ديت السعه بتاعتها 48 الف متر مكعب هواء في الساعه، يعني بتاخد من جوه بتشد من جوه وبتطلع لي من بره 48 الف متر مكعب هواء في الساعه، تمام؟ طيب في فوق مراوح تانية اهي. طيب خليني بس في المروحه دي الاول، معلش اسف. المروحه دي بتشد الكميه دي، طب بتعوضها منين؟ بتعوضها ورا في حاجه اسمها الخليه المائيه. الخليه المائيه احنا هنشوفها دلوقتي. طبعا ال ده عباره عن فايبر جلاس، الجسم بتاعه او بولي كربونات زي ما يكون، يعني كل واحد ليه مميزاته وليه عيوبه، تمام؟ طيب هانتي منا ماشيين، طبعا في باب هنا وفي باب هنا، احنا بنتكلم طبعا في ناس عارفه الكلام ده هون، بس في طلبه جامعات وفي ناس ما تعرفش. وصلنا هنا، ده دي الخلايا المائيه اهي، الخلايا المائيه ده حوض اللي انت شايفه ده، هو حوض تمام، اللي احنا شايفينه ده هو عباره عن حوض بيبقى فيه ميه، الحوض ده هو فيه ميه تمام، فيه ميه عندي اهو، الحوض ده فيه ميه، فيه ميه بتطلع الميه بالمواتير دهيا، الماتور ده بيرفع ميه فين؟ في الخليه المائيه دي هنا اهي، الميه بتتصب فوق في شانل او قناه فوق اهي، بتنزل الميه على الخليه المائيه دهي. الخليه المائيه دهيت السمك بتاعها 15 سم. طيب المراوح جو هناك في الجنب الثاني بتسحب الهواء، هنا الهواء بيمر منين؟ من الثقوب اللي انت شايفها دي، لما بيمر من الهواء هنا درجه حرارته وليكن 40 درجه، بيدخل بتنكسر درجة حرارته بمجرد مروره من هنا لداخل البيت، بتنكسر درجة الحرارة بتاعته قد تصل إلى من 10 إلى 15 درجة. على بيترتب الكلام ده هو الكفاءة بتاعت الخلية المائية ده اللي بتاعت إن الهواء يتكسر حدته أو حدة درجة الحرارة بتاعته من بره يكون 45 جوه يدخل لي 30 بإيه؟ على حسب السمك بتاع الخلية المائية دهيت، تمام؟ في خلية مائية السمك بتاعها ده 15 وفي دي 15 سم دي، فدي الكفاءة بتاعتها عالية لأن الهواء بيستمر فترة كبيرة وهو بيمر لحد ما يدخل جوه البيت، فبالتالي بتنكسر حدة درجة الحرارة بتاعته قد تصل ل 15 درجة أو 12 أو 10 على حسب سمك الخلية وعلى حسب امتلاء الخلية بالمية. يعني خلية مثلا الضخ بتاع الموتور ده مش كويس فوق، هتعمل لك مشكلة أكيد هتعمل لك مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا لابد تاخد بالك منها. ندخل جوه البيت ونشوف الخلية المائية هيت من داخل البيت من جوه، تمام؟ طيب اهو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن المراوح اللي قدامها هيت بتسحب الهواء من هنا، الهواء بمروره من هنا بيوصل لفين؟ للمراوح اللي هناك دي، فبالتالي بتنكسر الحدة بتاعته. لما بتدخل البيت جوه بتحس انك انت في عالم تاني وملكوت تاني، لان درجة الحرارة جوه بتفرق عن درجة الحرارة بره بكمية كبيرة قد تصل لي من 10 ل 15 درجة، تمام؟ من 10 ل 15 درجة زي ما احنا شايفين كده هو، تمام؟ هي دي الحكاية او الفكرة بتاعت البيت المحمي. الفكرة بتاعت البيت المحمي، ايه اللي بيتحكم في القصة دي يا جماعة؟ اللي بيتحكم في القصة دي، تمام؟ المراوح دي بتشوفها بتشتغل وبتقف وكده، ايه اللي بيتحكم فيها؟ بيتحكم فيها اللوحة اللي هناك دي. دي لوحة التحكم اللي هي عندي. لوحة التحكم ديت من قبل ما اروح لها، في فوق هنا احنا بنعمل ثلاث حساسات في السقف. يعني قوس فيه وقوس ما فيهش حساس بتاع حرارة. الحساس ده هو فيه ثلاث حساسات حرارة وفيه اتنين حساس رطوبة.
متوصلين على طريق دايرة معمولة بسيستم معين أو بالكمبيوتر عند اللوحة اللي هناك دهيا. تمام؟ اللوحة دي بتتحكم في كل، هي المخ والعقل المدبر للمراوح دي وظروف التبريد داخل البيت. بتعمل ايه اللوحة؟ انا بظبط سي او حاليا متظبطة على 27 درجة مئوي. تمام؟ بمجرد ما بتوصل درجة الحرارة داخل البيت لأقل من 27 درجة مئوي، تمام، بتبص تلاقيها على طول الحساسات اللي فوق قامت مدية تنبيه للدايرة بتاع الكمبيوتر اللي هنا زي المهندس ما جه صممها، بتقوم فصل على طول. ليه؟ الحساس اللي هنا بيقول للوحة يا لوحة انا وصلت درجة حرارة البيت ل27، انتوا مش عايزين 27؟ بنقول له ايوه. بقول طب بس افصل، هو اللي بيفصل. تمام؟ طيب يقعد فاصل 10 دقايق 5 دقايق على حسب الجو بره وسطوع الشمس وعوامل كتير يعني. ابص الاقي لو درجة الحرارة وصلت 28 او 29، ابص الاقي الحساسات بتاعة الحرارة ابتدت تحس ان درجة الحرارة علت في البيت، بتقوم ماشية ومدية امر تاني للوحة، بتقول لها يا لوحة احنا في ازمة، البيت وصلت درجة حرارته ل 28 او 29 وانتوا بتقولوا لنا 27، يعني ايه؟ تقول لها شغل المراوح. بمجرد ما بتشتغل المراوح بتسحب الهواء، الهواء بيمر زي ما قلنا تاني من الخلية المائية دهيت او الووتر سيل، بتدخل بتطلع لي من الجنب التاني، فبالتالي مرور الهواء البارد من عند الخلية لحد هنا بيلطف درجة حرارة البيت اللي احنا فيه. طب فيه رطوبة فوق؟ ايوه، في عدادات رطوبة، في حساسين رطوبة، لو زادت درجة الرطوبة عن 70 درجة او 50 درجة برضو المراوح ديت بتشتغل. تمام؟ في مراوح فوق سيادتك احنا حاطينها فوق اهي، المراوح اللي فوق ديت يا ترى احنا حاطينها ليه؟ احنا حاطين المراوح دهيت فوق لان فيزياء المراوح دي بتسحب من تحت الهواء، فيزيائيا الهواء السخن بيطلع لفوق، تمام، لفوق كده اعلى حاجه لانه خفيف، لان الهواء السخن خفيف، صح ولا لا؟ والهواء البارد اللي جاي من هنا تقيل، فبالتالي الهواء البارد بيبقى نازل لتحت والهواء السخن فين؟ بيبقى طالع فوق. لما يطلع فوق بتساعدني المروحه ديت في النهايه اتخلص منه بسهوله، او في فصل الشتاء لما بيحصل تكثيف للميه على الـ البيوت اللي فوق على الفايبر جلاس اللي فوق بيقعد يسقط على النبات فبيعمل لي مشاكل، تقوم نشغل المراوح ديت عشان ما بنبقاش عايزين الهواء يدخل البارد من بره، بنشغل المراوح ديت، هي بسيطه اربع مراوح والتصرف بتاعها بسيط، بتقوم ترضالي كل الهواء السخن بتطلعه لي بره، او بتطلع لي الميه المكثفه ديت عن طريق الهواء اللي بيمر بياخدها على هيئه بخار ماء وبيطلعها خارج البيت. دي فكره مبسطه عن البيت المحمي اللي احنا واقفين فيه ده هو، عشان بس نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. بتمنى ان احنا طبعا في حاجه هقول لكم عليها بس انقل البيت التاني عشان لسه ما عملناهاش في البيت ده هو. شكرا لحضراتكم.